داوي مصطفى بالمقدم اللي غادي يوقف في الملعب الى جانب محمد الحاج. هناك جيهي كوكو العائد لوسط ميدان ديال فريق رجاء البيضاوي، سعيد فتاح الى حفيظ بيليس ميتيس، رشيد سليماني، فيفيان مابيدي، وعبد الكبير الوادي. هناك تيفو ديال فريق الوداد البيضاوي على الجهه اليسرى، فدائيون. هذا هو الذي الرساله القويه التي يبعثها جمهور الوداد البيضاوي، الالترا ديال فريق الوداد البيضاوي، الوينرز، فدائيون بمعنى انهم حاضرون الى جانب فريق الرجاء البيضاوي، يتنفسون عشق الفريق الاحمر والابيض. هنيئا لفريق الرجاء البيضاوي، فريق الوداد البيضاوي بجماهيره الوفيه التي اثبتت مره اخرى انها ستبقى مع فريقها مهما كان في السراء والضراء. إذن دخول الفريقين، فريق الرجاء البيضاوي والوداد، نذكر بأن الوداد هو الذي يستقبل في هذه المباراة. فريق الرجاء نذكر مرة أخرى ونتمم بالأحرى للاحتياطيين أو اللاعبين الأساسيين ديال الفريق، قلت محمد بولحاج، سعيد فتاح، إلى حفيظي، لسمويتيس، رشيد سليماني، فيفيان مابيدي، عبد الكبير الوادي، محمد بوجاد في الاحتياط كحارس مرمى، زكريا الهاشمي، أحمد شاغول اللي مصاب على مستوى الكاتب ديالو، لذلك لم يعتمد عليه المدرب جوزي روماو كأساسي في هذه المباراة، حمزة برزوق، صلاح الدين عقال المصاب، وايضا كان مصيب في احد الحصص التدريبيه على مستوى العين في احتكاك مع احد الزملاء ديالو سعيد فتاح، محمد علي بن معمر، وياسين الصلحي العائد لقلعه فريق الرجاء البيضاوي بعد غياب طويل بسبب الاصابه، كان دخل لدقائق قليله في المباراه الاخيره امام فريق المغرب الفاسي. إذن الفريقان يتواجدان على أرضية الملعب الآن، والذي سيقود هذه المباراة طاقم تحكيمي دولي سيد بوشعيب الحرش بمساعدة كل من رضوان عاشق ومحمد الحميدي، طاقم تحكيمي دولي لقيادة هذه المباراة. في المقابل نتابع أيضا التيفو ديال فريق الرجاء البيضاوي، قلت الجماهير ديال فريق الرجاء البيضاوي التي لم تألو جهدا في تشجيع فريقها وفي الدفع بالفريق من خلال الإشارات القوية والرسائل القوية التي نفت الجمهور الرجاوي يبعثها صوب اللاعبين وصوب المسيرين ديال فريق الرجاء البيضاوي. إذن هذه هي الأجواء بمركب محمد الخامس بدار البيضاء، بطبيعة الحال الدربيات تتوالى، الأعوام تمر، ولكن الديربي يبقى هو الديربي، يبقى موعد كبير للكرة المغربية، أقول الكرة المغربية وليس البيضاوية. هذا التيفو مرة أخرى ديال أنصار فريق الرجاء البيضاوي، وهو عبارة عن طريق سالك، وكأن الجمهور البيضاوي يوجه رسالة للمسيرين بأن الجمهور قادر على قيادة الفريق والدفع به في اتجاه صحيح. وعلى الجهة الأخرى أيضا هناك تيفو، فرجة جميلة جدا في المدرجات، تيفو ديال فريق الوداد البيضاوي، الجماهير الودادية التي تؤكد من خلال هذه التيفوهات قوتها. جميل جدا، جميل جدا ما نعيش من لحظات رائعة هنا بجنبات مركب محمد الخامس بالدار البيضاء. هنا صورة تمز إلى القوة و يعني صور رائعة وإبداع، إبداع نقول كل هكذا، إبداع ديال الجمهور ديال فريق الوداد البيضاوي، كنت في إشارة ورسالة واضحة إلى أن الجمهور فريق الوداد يبقى من الجماهير المعول عليها في كل اللحظات. فرجة في المدرجات، ولعلها تكون دافع
للاعبي الفريقين لتقديم فرجة على أرضية الملعب. هنا صور تذكارية تخلد لهذه المباراة، المباراة رقم 17 بعد 100 بين الفريقين. يبقى فريق الرجاء البيضاوي من حيث الأرقام في الصدارة، 38 انتصار مقابل 25 لفريق الوداد البيضاوي. بقية المباريات انتهت كلها متعادلة بين الفريقين. الديربي هذا الذي يتزامن مع الجولة العاشرة من البطولة الاحترافية، أي نهاية الثلث الأول من البطولة الاحترافية، وصورة جماعية جميلة جدا بين الفريقين، بين أفراد الفريقين، بين الوداد والرجاء. صورة تعكس الروح الأخوية التي تجمع بين اللاعبين. أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، أرضية جميلة جدا على الرغم من الأمطار القوية التي تهطلت طيلة صباح هذا اليوم والتي توقفت في حدود الساعة الواحدة، إنما ذلك لم يؤثر طبعا الحال تأثير جزئي محدود على أرضية الملعب التي تبقى مع ذلك صالحة لإجراء هذه المباراة التي نتمنى أن يكون مردودها التقني جيد عكس تقريبا ما شاهدناه خلال الأربع سنوات الأخيرة. يعني لم تكن المباريات من ناحية التقنية في مستوى تطلعات الجمهور. هذا تذكير هنا بتشكيلة فريق الوداد البيضاوي. كرب محمد عقيد لكي يخوض هذه المباراة، المباراة الديربي للمرة الثانية، في غياب حارس بن عاشور اللي كان تصاب خلال احدى مباريات المنتخب الاولمبي. فريق الرجاء كنت متغير الواحد.